طيب خلونا نروح لموضوع تاني، موضوع غاية في الأهمية، هو التغيرات المناخية. بنتكلم عنه بقالنا فترة ولسه مستمرين طبعا في الحديث عنه خلال الأشهر القادمة لحين طبعا عقد هذه القمة، قمة المناخ في نوفمبر اللي جاي في شرم الشيخ. في أزمة كبيرة في عدد كبير من الدول بسبب طبعا حرائق الغابات اللي بتشتعل بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبيكون صعب بكل تأكيد السيطرة عليها بالطرق التقليدية. عشان كده العلماء طوروا روبوتات وطائرات بدون طيار عشان تقدر انها تتعامل مع هذه الحرائق، ويكون كمان عندها أجهزة ترقب وإنذار مبكر. الخبراء في العالم كله بيحاولوا يوصلوا لأهداف وحلول سريعة وقوية تقدر تساعد على مواجهة تغير المناخ وعلاج بعض كوارثه وأضراره. يعني مثلاً في أزمة بتواجه قضية المناخ في الوقت الحالي، وهي موجة حرائق الغابات الأخيرة اللي بتحصل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي بيترتب عليها كوارث بيئية على سطح الأرض. وده يمكن اللي خلى بعض العلماء والمهندسين في العالم يطوروا مجموعة من التقنيات الجديدة اللي هتقدر تساعد في التنبؤ بالحرائق المدمرة وتعالجها. العلماء فكروا في حلول تقنية بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتقنيات دي هتشمل نماذج تكنولوجية متطورة هترسم مسارات النيران المحتملة، وهتقدر توجه الطيارات والروبوتات المستقلة علشان تكتشف مصادر الحرائق والبحث عن نقط آمنة لرش المياه. هنا كان السؤال، إيه هي التقنيات اللي هيستعين بيها العلماء في معالجة الكارثة البيئية ديت المتمثلة في حرائق الغابات؟ الإجابة على السؤال اتقسمت على أكتر من تقنية، أهمها كان تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي هتكشف عن الحرائق في مراحل مبكرة جداً باستخدام صور الأقمار الصناعية. حتى إن في مختبر اسمه ديكارت ومختبر تاني اسمه أورورا تك، الاتنين مقرهم في الولايات المتحدة، قدروا يوصلوا لعلامات منبهة للحريق زي مثلاً الدخان أو التغيرات في بيانات الأشعة تحت الحمراء في صور الأقمار الصناعية لمناطق المشاكل في كل كام دقيقة. وخصوصاً إن الذكاء الاصطناعي قدر يتنبأ بكيفية نمو الحريق وانتقاله بمجرد ما يبدأ. التقنية الثانية هي طائرات بدون طيار، وزي ما احنا عارفين في طيارات مخصصة وضخمة بتتتبع حرائق الغابات، لكن الطيارات دي بتواجه صعوبة في الرؤية بسبب الدخان الكبير، ده غير إن الأطقم اللي موجودة على متنها بيتعرضوا للخطر دايماً. وهنا قرروا يستفيدوا من تقنية وتجربة الطيارة اللي ملهاش كابتن، وهيستخدموها ويتحكموا فيها عن بعد. كمان هيتم مد الطائرات دي بكاميرات تصوير حراري هتصور صور دقيقة جداً للدخان والمتغيرات الجوية الأخرى، ده غير إن النوع ده من الطيارات هيقدر يوصل المية للمواقع المتضررة للمساعدة في مكافحة الحريق بشكل مباشر. أما التقنية الثالثة والأخيرة فهي الروبوتات، وفي خبراء نشروا مجموعة كبيرة من الروبوتات اللي بيتم التحكم فيها عن بعد جوه المواقع المتضررة لمواجهة الحريق. وتم عمل أحد التصاميم من شركة إسبانية لتصنيع معدات مكافحة الحرائق، وأيضاً تم تجهيز روبوت مزود بحفار بيقدر يعمل خنادق بتمنع انتشار الحريق، ده غير إن عنده مهارة تانية وهي جمع البيانات المهمة عن الرطوبة ودرجة الحرارة. كمان الروبوتات دي بتقدر تنقل المعدات لمناطق نائية وبتبعد الجرحى عن مواقع الدمار.